السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، تواصلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي تحدث فيه عن وصايا أوصاه إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر: أوصاني خليلي بسبع، أوصاني، وفي رواية أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وتكلمنا على المساكين والضعفاء ومكانتهم في المجتمع، وتكلمنا على هذه العبودية العظيمة التي ينبغي لنا أن نعتني بها، وأن تكون شعارا في حياتنا، وأن تكون عنوانا على الرحمة التي تتدفق من قلوبنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون، وفي رواية: وهل تنصرون وتمطرون إلا بضعفائكم. وتكلمنا كذلك على النوع الثاني من الوصايا، وهي الوصية الثانية التي قال عنها أبو ذر: وأوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وقلنا بأن هذا عنوان الرضا والقناعة، وهي مسألة قلبية، وهي تربية للنفس على الرضا بما قسم الله. ولكننا نكمل هذه النقطة حتى نذهب إلى النقطة الثالثة، وهي الكلام على صلة الرحم، بأن هذا الرضا والقناعة إنما هي عبودية قلبية، عبادة قلبية تنطلق ابتداء من معرفتك بالله. ولذلك أنهينا الكلام في المرة الماضية ونحن نتكلم على أن من عرف الله رضي بما قسم الله له، من لم يعرف الله لم يرضى بما قسم الله له ولو أعطاه الدنيا كلها. ولذلك ابن آدم عنده أمراض، والله عنده العلاج، ولا أحد أعلم بالعبد بالمخلوق من الخالق، ولا أحد أعلم بالصنعة من الصانع. ولذلك تكلمنا في المرة الماضية على أن الصنعة الأولى بها هو الصانع. ولذلك نحن نشتري علبة فيها أدوية وفيها أجهزة كهرو منزلية، مكتوب فيها اقرأ النشرة أولا حتى تحسن استعمال هذيك الآلة اللي تشريها أنت لبيتك. شريت آلة عصير، شريت آلة طحن القهوة، أي آلة تريد أن تركبها، جهاز كهرو منزلي في البيت، يأتيك قطع لابد عليك أن تركب هذه القطع وتشغل الجهاز على القانون الذي صنع، وتعطيه الكهرباء اللازمة والوضعية اللازمة، ولابد عليك أن تحرص على صيانته بطريقة معينة حتى ينجح الجهاز، ينجح استعماله ويستمر استعماله، ما نسميه استمرارية الوجود، استمرارية الاستعمال، الفعالية. لذلك أنت أول حاجة تذهب إليها داخل العلبة هي الورقة التي مكتوب فيها دليل الاستخدام. دليل الاستخدام، هذا دليل الاستخدام لا أحد أعلم به من الصانع، الشركة التي صنعت هي التي تعطيك دليل الاستخدام، هي التي تقول لك كيف تستعمل هذه الماكينة وهذا الجهاز. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، عندما خلقنا ونحن عبيده وخلقه وملكه سبحانه وتعالى، أعطى معنا دليل استخدام، ودليل الاستخدام تعالى هو كتاب الله القرآن. إذن الله عز وجل عندما أوجدنا في هذه الحياة لم يخلقنا هملا ولم يتركنا سبهللا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
ابن عباس قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ عنده قانون يمشي به في الحياة الدنيا، قانون رباني من الله سبحانه وتعالى، حتى يستطيع الإنسان أن يمشي أو أن يكون فعالا على ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى يكون الاستمرارية الفعل، وحتى يكون الإنسان يمشي على طريق مستقيم، لا بد له من دليل الاستخلاف. ولذلك أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، كما احنا نشوف على رأس الكرتون مكتوب اقرأ دليل الاستخدام قبل التركيب أو قبل الاستعمال، كذلك ربي سبحانه وتعالى لما خلق الناس وبعث عليهم الأنبياء وجاء خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال له اقرأ دليل الاستخدام، اقرأ القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لن تصل من دنيا تقرأ، لن تصل إلى الله، لن تستطيع. ولذلك انقسم الناس إلى قسمين، قسم قارئ وقسم غير قارئ، وكلهم لابد أن يصلوا عند الله. فماذا قال لهم الله؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا ما تعرف اسأل حتى توصل عند الله، اسأل من قرأ دليل الاستخدام، اسأل الإنسان الذي قرأ القرآن، اسأل الإنسان الذي عنده علم، يوصلك، هو يوصلك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا في الترتيب بتاع التنزيل، أول كلمة نزلت اقرأ، والترتيب بتاع القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو الذي يوصلكم إلى الله. في كلا الترتيبين، ترتيب المصحفي والترتيب التنزيلي، أول ما يذكر أن هذا القرآن هو دليل الاستخلاف، هو الذي يوصلك عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدلك على الله عز وجل. ولذلك نحن الآن إذا ما عرفنا الله لن نقنع بما أعطانا الله. فكل واحد، كل إنسان يصيبه السخط في نفسه من نقص في صحته أو نقص في ماله أو مصيبة نزلت عليه أو قسمة لم يرضى بها، أي شيء، إنما كان ذلك بسبب عدم معرفته بالله. لو كان جاء يعرف الله يقول لك: اللي أعطاني أرحم بي من نفسي، واللي يقسم لي وقدر لي هذا الشيء هذا هو أرحم الراحمين. لن تستطيع أن تعطي كلمة أعلى من هذه الكلمة أرحم الراحمين، ما تقدرش تزيد لها هذه الكلمة، ما تقدرش تزيد لها الكلمة تفيد الرحم. أرحم الراحمين تكفي، يعني خلاص بعدك تزيد حاجة أخرى. ولذلك ما دام أرحم الراحمين هو الذي قسم لي، لابد أن تتولد في قناعة. ولذلك ذكرنا مثالا في المرة الماضية حول طبيب الأسنان، قلنا أن الولد الصغير عندما يطلع في طاولة طبيب الأسنان، طبيب الأسنان يريد أن يعالجه، والولد هذا له 10 أيام وهو يتألم في فراشه من ضرسه، ويجي هذا الطبيب يجي داويه، يخاف من ذلك الألم الذي ربما يكون ثواني فقط، لا يستطيع أن يتحمله ذلك الولد الصغير، ويأتي الناس كلهم ليمسكوا بذلك الولد ولا يرضى، لا يرضى. لماذا؟ لأنه لا يعرف الطبيب، يظن أن الطبيب هذا إنسان شرير، ولذلك يخاف منه ولا يرضى ولا يحبه، لأن الولد الصغير لا يعرف، لا يعرف الطبيب. أبوه يطلع مباشرة ويعرف أن الطبيب سيضره ويتحمل الضرر، لأنه يعلم أن بعد ذلك الضرر تكون راحة، تكون راحة، وذلك الراحة تكون لا بد لها من ألم. نحن من يعرف الله، كي يضربك الله المصيبة تقول هذه المصيبة بعدها راحة، لأن اللي أعطاها لي هو أرحم الراحمين، فترضى وتعيش في راحة. يقول عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. والله عجب، عجب، سبحان الله، عجب. كيف نفرح في خير ونحزن في خير؟ أمر المؤمن، مؤمن، كونك مؤمن نعمة من الله، نعمة، لأنه أمر كله خير، ماكش مؤمن أمرك مو كله خير.
لأنك كافر. فرحك يخلص في الدنيا، وستحاسب على الفرح، تحاسب على النعمة وأنت لم تؤديها لأنك كافر. وإذا حزنت ستتعذب في الدنيا بالحزن وأنت كافر، ولا ترجع عليه لأنك كافر. المسلم يفرح فيحمد الله فهو في نعيم وفرحان في الدنيا والأجر في الآخرة، يحزن فيحمد الله ويصبر على ما أعطاه الله فيأجره الله ويبدله حلاوة في الإيمان في الدنيا ويعيش في حياة سعيدة من هنا ومن هنا. هذا أمر المؤمن فقط، خاصة بالمؤمن فقط. ولذلك المؤمن دائما نظره في حياة الدنيا إلى من هو دون، ينظر إلى من هو دونه. كل من فينا من ينظر إلى من هو دونه صار يشعر بالغنى، يشعر بالرفاهية ولو كان من أقل الناس عطاء. لماذا؟ لأن قناعة، ابتداء القناعة الرضا يأتي بمعرفة الله، والقناعة تأتي من النظر، تنظر، انظر إلى من هو دونك. إذا كان أردت أن تنظر إلى من هو دونك، دونك تاع صاحب، انظر إلى من هو دونك في القبر حقيقة في الأرض، شوف أشياء كثيرة عبرة. تدخل المقبرة وتقول موجود فيها أغنى الناس، موجود فيها أفقر الناس، موجود فيها من كان مريضا، موجود فيها من كان يهيئ نفسه لعرسه، وموجود فيها من كان يمشي في جنازة فمات، وموجود فيها من كان سكرانا ويعطي مواعيد فاسدة، مواعيد تغضب رب العالمين ومات في الطريق، وموجود فيها من مات ساجدا، وموجود فيها من كان يبكي على دينه ومات، وموجود فيها من كان يريد أن يقيم مشاريع في الحياة ومات، وهم الآن دونك، موجودين دونك في القبر. ومن هو دونك على معنى تاع الحديث في الدنيا؟ إذا أنت عندك ضيق مكليتش يوم كاين مكليتش 10، إذا كنت ربما أحيانا ضيق يومين ثلاثة ما عندك حتى حاجة في جيبك، كاين ناس عندهم أشهر وأشهر وعندهم ديون طائلة وقهرتهم الديون والرجال وأوذوا بالكلام من أجل الديون التي عندهم في رقبتهم. كاين ناس قضت مضاجعهم المشاكل والهموم التي تحيط بهم، كاين ناس يعني هذاك الحلم بأن يخرج إلى فسحة ولا يذهب إلى مكان يتكلم فيه مع الناس ويتحدث ويريح نفسه ويزيل عن خاطره الهم أو يجالس أصحابه، ما يحلم بهذا. كاين نساء أمهات ما تحلم أبدا في حياتها أنها تروح إلى عرس ولا تروح تجلس تضيف عند الناس ولا شيء، لأن عندها أولاد معوقين في البيت يحتاجون إلى عناية فائقة 24 ساعة سنوات طوال، وهي تنظف النجاسات أعزكم الله، وهي تنقي وتنظف، وهي تحرص على أن ابنها هذا المجنون أو ابنها المعوق أو بنتها أو غير ذلك الذي يتقطع قلبها منها أنها لو تركتها ساعة واحدة ممكن أن تقع كارثة. فلذلك لا تحضر لا عرس ولا تخرج في فسحة ولا أي شيء. أين نحن من هؤلاء؟ يعني أين نحن من هؤلاء؟ لما تنظر إلى حالات الناس وهم يتخبطون في المشاكل والمعاصي والقربات، أشياء كثيرة، مصائب تنزل على الناس، وأنت ربي عافاك، وما أعطي عبد كما قال عليه الصلاة والسلام بعد نعمة الإسلام من العافية، من نعمة العافية، أنت معافى، الحمد لله، أنت تنوض الصباح تأكل تشرب، وغيرك ينوض ويروح يغسل كليته، يخلص أموال باش يغسل كليته، تشدوا أقل شيء 3 أيام 4 أيام، يعني انظر الناس كيف يعيشون، الناس يتخبطون. زرنا بعض الناس مرضى السرطان، نسأل الله يعافينا ويعافيكم، وهو مرض آية من آيات الله، هذا المرض نسأل الله يعافينا ونسأل الله ما يبتلينا. زرت مريضا، مريض مرض السرطان، قال لي أقول لكم هذه الكلمة، قال لي لما يلحق الليل قال لي تعذب عذابا شديدا، قال لي خليني من الألم تاع الجسد، قال لي هناك ألم آخر، قال لي هواجس نعيشها، قال لي نعيشها هواجس.
قد يفكر في الأولاد باللي راح يموت وخليهم، يفكر في البيت، يفكر في أشياء. قال لي والله، قال لي غير محسن ثواني بالليل ثانية ثانية. قال لي نتمنى ربي سبحانه وتعالى يطلع الصباح في أقرب وقت. قال لي كل ما يجي المساء قال لي الناس تفرح بالنوم وأنا أحزن وأخاف من ذلك التفكير الذي يراودني طيلة الليل. يعني شوف احنا نعيم، نعم في نعمة من الله سبحانه وتعالى، ما نخاف فيه ولا ندري نعمة أن نموت قبل، ولا مع ذلك ربي أعطانا العافية، أعطانا نعمة نأكل كما نشاء وننام كما نشاء ونخرج ونشوف وش نحب وكذا، ومع ذلك لم نعطى. كل الناس يسخطون مما أعطاهم الله إلا من رحم الله، ولذلك من أوتي رضا فقد أوتي خيرا كثيرا. انظر إلى من هو دونك، عيش مع الواقع بتاعك، انظر إلى الناس الذين هم في حالة يرثى لها من الناحية المادية والمشاكل والأمور المعنوية، حتى الإنسان اللي أعطاه ربي مال وأعطاه الخير وهو يعيش في حياة الضنكة، تشوف أموره بتاعه مشتت في العائلة، مشاكل مع أهله، مشاكل مع والديه، قاطع رحم، عاقل والديه، عنده مشاكل مع أبنائه، لا يستطيع أن يتحكم في واحد منهم، وربما عنده قصور، وأنت تعيش في كوخ ويجتمع عليك أولادك وتطيعك زوجتك وأنت بار بوالديك، فأنت في أعظم النعم. ولذلك لما تنظر إلى مثل حالات الناس المعنوية أو حالاتهم المادية وهم في أرث الحالات وأنت منعم بنعمة العافية، قد يشيكك شيء أحيانا فتقول الحمد لله، هذه ولا أكثر، هذه ولا شيء أكثر. ولما يزيد يسيبك ربي بحاجة أخرى وتقول الحمد لله، هذه لعل ربي يدفع بي شيء أكثر. ولذلك سبحان الله نحن غير ضيق بنا شوية الدنيا، وش نقول؟ نقول هذا ربي غضبان علينا، ربي غضب علينا. احنا الأصل أننا نرد على ذنوبنا، أي حاجة نصاب بها نقول هذا بسبب الذنوب. أحيانا احنا نتكلم كلاما صحيحا ولكن كاين كلام أفضل منه، مش نتربوا تربية مش مادية، تربية إيمانية. لازم دائما نتكلموا الكلام، نتكلموا كلمة إيمانية، ما نخلوش روحنا نمشي وراء الناس اللي يتكلموا دائما من الناحية المادية. يجيب الإنسان الراتب بتاعه شهريا وينفق، يتلاقى مع صاحب في القهوة يقول والله العظيم جبت 5 ملايين 4 أيام راح، راك تشوف الدينار شحال طاح وشي شحال ولا الدنيا غلات والدينار طاح. هذه كلمة صح ولكنها كلمة مادية، كلمة تاع المادة. واش نقولوا؟ نقولوا شفت سبحان الله كيف ربي يرفع علينا البركة، منين؟ مقطع رحم، مسب الله، والكلام الفاحش، والاعتداء على حرمات الله، وسوء الجوار، ومن ذلك رفعت البركه. خليني بالتحليل الاقتصادي، طاح الدينار ولا سرى ما سرى، تكلم انت دين الكلمه الايمانيه. علاه؟ كي نقول هذه الكلمه انا نقول هذا وانت تقول هذا، وش نقول؟ نقول هذا الذي اصابنا بسبب معاصينا والظلم والجوع الموجود فينا وفيما بيننا، هذا كله البركه راحت. لو كان ربي يعطي بركه يطيح الدينار يمشي الدينار فيها، ربي يعطي البركه. ولذلك الان فيما بيننا احنا كاين انسان راتبه قليل ويعيش كانه اغنى الناس والدينار طايح، وكاين انسان ملايير تدخل ويعيش في اتعس الحالات لا بركة له في حياته. المسألة مسألة بركة، لازم دائما ندير المؤثر الأول والأخير في الحياة الدنيا هو الله سبحانه وتعالى. كاين حاجة تأثر في السماء علينا، ومن بعد نتكلموا على الأمور المادية في حاجة أخرى. دوك هذيك طاحت دينار ولا 10 دينار، لا نتكلموا كلمة إيمانية باش نعودوا دائما ما نقولوش ماديين، نقولوا نربطوا أي حاجة في الواقع بذنوبنا. فيولي الإنسان كأنه يعيش في حياة في حالة محاسبة وهو لا يشعر. نقولوا كي يقصروا بلادنا كي يقول لك انا ما تفتنيش شهريه ولا تدخلي ما تفتنيش شهريه، ونقول لبعضنا البعض هذه البركه ربي سبحانه وتعالى رفعها علينا، شوفوا ايش رانا ندير، شوفوا ايش رانا نعمل، نرجعوا الى الله سبحانه وتعالى.
الله عز وجل انا لا ادخل في حياتي، والناس الذين هم اكبر مني سنا يقولون اكثر من 45 سنه بلدنا لم يعش جفافا مثل هذه السنه. انا لا ادخل في حياتي منذ صغري سنه من السنوات اننا استسقينا 3 مرات وما قراش ربي المطر. والله امري يخوف، ليس اقتصاديا، يخوف ان الله غاضب علينا، يخوف ان مكانتنا عند الله هانت، ولذلك يخاف الواحد، نسال الله يعفو عنا. فلذلك من هذه الاشياء لازم نعملها دائما تحاليل ايمانيه، مش نقولوا دائما خايفين من الله، مرتبطين بالله. وينظر الانسان دائما الى من هو دونه، دائما ينظر الى من هو دونه. ومن اوتي القناعه فقد اوتي خيرا كثيرا. اقنع او ارضى بما كسب، بما قسم الله لك، تكون اغنى الناس. الوصيه الثالثه يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ابو ذر يقول: وامرني ان اصل الرحم وان ادبرت. امرني ان اصل الرحم وان ادبرت، يعني شوف الان المساله هذه، وان ادبرت حاله شائعه من الناس، يعني الرحم اللي هما ذوو الارحام تاعنا حتى ولو قطعونا لازم نصيرهم. الان من هم ذوو الارحام؟ ربي سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الآن من هم أولو الأرحام؟ من جهة أبوك، أنت عندك أب، عندك أم، من هم من جهتهم؟ أصولهم اللي هما الأب، الأب جدك، والجد أب في حكم الأب. يعني الجد وإن عمى، إذا عندك جد أو أب الجد هذو كلهم أرحام، وهذو من باب الأولى لأنهم سموهم الأصول. الأصول هم اللي انحدرتها أنت منهم، جيت منهم أنت، جيت من جدك والأب تاعك جيت أنت، ولا من جهة أمك، الأب تاع أمك، الأم تاع أمك، كذلك الجد تاع أمك والجدة تاع أمك، هذوما كذلك من الأصول. الأصول هم الذين طلعوا، يطلعوا من جهة الأب والأم. وكذلك في الدرجة الأخرى هم من؟ الذين هم من جهة أبيك وأمك، هم الأعمام والأخوال. ويدخل في ذلك ابن عم الأب، وابن خال الأب، وابن عم الأم، وابن خال الأم، ذكور كانوا وإناثا، سواء كانت بنت العم تاع الأب تاعي ولا ابن عم. كذلك يدخل فيها من؟ الحواشي تاعك، حواشي تاعك انت، هذوك الاصول الفوق، والحواشي تاعك هم الاخوه والاخوات على كل انواعهم الاربعه، اخوك من ابيك وامك، اخوك الشقيق، اختك الشقيقه، كذلك من الام فقط، اختك واخوك من الام فقط، اخوك او اختك من الاب فقط، وكذلك اخوك واختك من الرضاعه، اخوك واختك من الرضاعه، هذو كلهم اسمهم حواشي. هؤلاء كذلك وأبناؤهم وإن نزل عندهم أبناء يتزوجوا، إخواتك ولا خوتك يتزوجوا، عندهم أبناء رحم. أبناؤك أنت رحم، وأبناؤهم رحم، فروع اسمها هذه، فروع اللي تخرج من البنت فروع. فكل هؤلاء الناس الذين يتصلون بك أنت يربطك بينهم، بينك وبينهم رحم، أو يربطك بينهم وبينهم شيء من النسب، كأن تكون من جهة الإخوة والأخوات، ومن جهة الأب والأم حواشي تاعهم ولا أصولهم، كل هؤلاء أو فروعك أنت كلها هذه تحيط بك من جهتين، الحواشي إخوة وأخوات، فروع من تحتك أبناؤك وأبناؤهم وإن نزلوا، وفوقك اصول اللي هو الاب والام وان علوا لفوق، هذو كلهم نسميهم احنا ارحام، ارحام، لانه لو كان تلمهم هذوما كامل راح تربطك رحم واحده فيهم، كاين رحم خرجتوا منها كامله، وكان تطلع لفوق تلقى رحم خرج، لذلك نسموها احنا ذات الرحم،
ولون أحمر، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولو كانت شتتهم هذه الناس كامل، ستجد بين ربعة وبين خمسة بين ستة الناس عندهم رحم تربطهم، حتى تلم الأرحام، وهذوك الأرحام تربطهم تلقى أرحام تربطهم. فلذلك هذه الرابطة، الرحمية هذه أعطاها ربي سبحانه وتعالى أولوية. ولذلك احنا عندنا ما نسميه نحن بالأخوة الإنسانية، الأخوة الآدمية، كل نبي آدم وآدم من تراب، كل نبي آدم. فالآن عندنا الأبوة اللي هي نسموها الإنسانية، ندخل فيها مع جميع الناس. وعندنا من دون ذلك ما هي نسميها أبوة الملة. أبوة الملة هي أبونا إبراهيم عليه السلام. ويدخل بعد ذلك أبوة الإسلام اللي هي أبونا محمد صلى الله عليه وسلم. وأزواجه أمهاته، أمهاتنا. فنحن من تحت الرسول عليه الصلاة والسلام لنقول لا إله إلا الله. هذه كانت أمة الاستجابة كامل عندها أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. هذه كنسميوها إحنا أخوة وحدها. الآن تولي عندنا الأخوة أخرى اللي نسميوها إحنا أخوة الرحم. والرحم قد تكون مسلمة قد تكون كافرة. الرحم هذه ممكن يكون إنسان مسلم ممكن يكون كافر. ممكن يكون إنسان متخلق ومتربي، ممكن يكون إنسان كاشح وغامض، وإنسان عنده بغضاء وحقود وحاسد. ممكن يكون إنسان مؤمن وعابد، ممكن يكون إنسان محارب لدين الله، ممكن يكون إنسان ملحد، ممكن يكون إنسان عدو، ممكن أن يكون حتى خائنا للوطن وللبلاد وللعباد وللإسلام ولكل شيء. ممكن يكون خوك من أبيك وأمك هذا. فالآن هذا الرحم هذه عندها أحوال كثيرة وكثيرة وكثيرة وكثيرة. ولذلك المعاملة مع الرحم هل تتغير أو لا تتغير؟ هل دائما موجودة أم هناك حالات يجوز لنا أن نقطع فيها الرحم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام له: وأن تصل الرحم ولو أدبرت ولو راحت. لأنه كاين رحم مقبلة ورحم مدبرة. كاين ممكن أخ ابن عمك يدخل عندك البيت ويدخل عنده البيت ويسأل عنك وتسأل عنه ويحبك وتحبه ما شاء الله. وأخوك بجنبك من أبيك وأمك يقول لك صحة خطرة في شهر، ما عنده حاجة فيك، كليت ولا شربت ولا رحت ولا جيت ولا حزنت ولا فرحت. برودة في العلاقة، وهو شقيق لا هي زوجته أولاده ولا هي زوجته أولادك. وابن عمك ممكن يكون أقرب، ممكن. هذه أشياء. الابن عم هذا نسموه رحم مقبلة، رحم مقبلة. والأخ هذا نسميوه رحم مدبرة، ما يهم فيك، كليت ولا شربت ولا مت ولا عيد ما يهم فيك. فلذلك الآن أنت لازم الآن عندك موقف، كيف تتعامل مع هؤلاء؟ من الذي يأمرك بالمعاملة هنا؟ الله سبحانه وتعالى. نتعامل لله، هذه المبدأ الأول. المعاملة إنما تكون لله فقط. ولذلك كي تكون المعاملة لله، افهمها مليح، كي تكون المعاملة لله يروح كل العوامل بتحقق. مقبل، مدبر، زعفني، ما زعفني، نسالو دراهم، ما نسالوش، ضارب معايا، قال لي كلمة جرحني في وسط الجماعة، ما جانيش في العيد، سلمت عليه ما ردليش، معاملة كاملة، لأنه اللي أمرني باش نوصلك هو الله. تولي بعد هو إذا ما درش يعني كامل ما دخلش في حساب. لا كي نسمعوا كلمة وإن أدبرت، معناتها نحي العوامل الأخرى، ما تعيش على مزاجك. علاه؟ لأن صلة الرحم العبودية يخرج منها حب النفس. لو كان تخيل أنت، لو كان نوليو حنا هذاك زعفنا ما نزيدش نروح ليه، وهذاك قلت له السلام عليكم رجع لي صفر، ولا بهدلني، ولا ما جانيش، ولا عنده شهرين ما سقساش عليا، ولا مرض وليدي ما سقساش عليه، ولا مرض في الفراش جاني هو الاخر، وتقول ماشي خويا، وتقول كذا، وتقول كذا. تخيل انت هذه كامله لو كان حنايا نقطع بها الرحم. كل ما يستغرق لنا حاجه نقطع الرحم. تولي صله الرحم لمن؟ لمليح معايا. هذاك ما شاء الله، هذاك وقف معايا، وهذاك والله جاني هو الاول، كنت في السبيطار جاني. وهذاك وقف معايا في العصر على طفله، وهذاك عمل كذا وعمل كذا. كي نولي نصير الرحيم على هذا الاساس، واش يولي عندنا؟ يولي الرحيم يمشي بزوج امور.
بل أصبح الدنيا رياضة ومحط النفس. تقول لي ماشي عبادة، يقول لي ما عندوش كلمة العبادة. كلمة العبادة أنت تحط أنفك في الأرض وضرك، صح الله غالب ربي قال، تقول لي تما صح عبادة، أنا مضروب وفلان بخل وخدمني وعنده عامين ما استفسرش عليا وعملت كذا وجيت مصطفى ما استفسرش عليا ومرته ما استفسرش عليا، بصح كاين حاجة أمر من الله ربي قال لي زور، لازم نعيط، لازم أقل حاجة أقل حاجة في الهدف واش راك لاباس مليح أمور طيبة تحتاج حاجة كذا نعيد عليه في المناسبات في الأفراح في الأطراح في كل مكان موجود أنا لله. بعدين هو يدير بي تشرك أمور، أنا نغتنم بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرحم هذه أحاديث الرحم عجيبة جدا، رب سبحانه وتعالى قال في القرآن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب كبير ولا كبائر؟ من الكبائر الرحم، أن تقطع الرحم. ولذلك الله سبحانه وتعالى وش قال؟ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب. هذو الناس خافوا ربي سبحانه وتعالى، ولذلك يصلون ما أمر الله به أن يوصل وهو الرحم الذي ربي سبحانه وتعالى أمر به. الرحم فيها فوائد، لو أن الناس يدركون قيمة صلة الرحم، وش يديروا الناس؟ يعودوا ذيك للمشاريع تاع الدنيا، صلة الرحم. ولذلك شوف مثلا الشر، ربي اللي يدفع عليك، أنت ما تعرف قيمة الشر اللي راهو ربي يدفع عليك، الشر هذا اللي راهو يدفع عليك الله. النعم احنا كي نوالفوها وما نعرفوش قدرها. شوف التنفس، احنا نتنفس نتنفس الهواء الموجود هذا مجانا، ما لاش نخلص في الهواء. هذا الهواء هذا لو ان انسانا اصيب بضيق واحتاج الى الماكينات يتنفس، في بعض البلدان تقدر قيمه 5 دقائق بدراهم 600,000 يخلصها، 500,000 600,000 5 دقائق باش يتنفس لك، يعني لانه لازم له اجهزه. حنا رانا نفس الباطل مجانا، يعني ربي سبحانه وتعالى راه دافع لنا واحد الشهر عاطينا جهاز تنفس ونفس الهواء تاع ربنا سبحانه وتعالى ونعيش فيه نعمه عظيمه. لو تقطع علينا نعمه الهواء 4 دقائق سنموت موتا كلينيكيا، لو يقطع علينا الهواء 6 دقائق سنموت موتا حتميا 100%، ما يبقى فينا واحد. ولكن الله رحيم، كم من شر دفع علينا ربي سبحانه وتعالى وكم من نعيم اعطاه من الله عز وجل، ونحن عايشين في نعيم من الله. اذا نوائب الدهر، وش هي نوائب الدهر؟ نوائب الدهر هي الهم اللي نرفدوا فيه في الدنيا، الهم تاعك تاع وليدك تاع المرض تاع الفقر تاع الجار تاع اشياء كثيره. كل واحد يعني كل يوم تلقى مع واحد يقول له الله غالي نهار كذا مع السياره طيحتني اون في المكان الفلاني وتبرعت مع العائله وصلتني، نائبه من نوائب الدهر. انسان يقول لك انا باغي نطلع بيت مع ولد في المستشفى مرض لي ما عرفناش واش كاين ولا نجرو في راني موت، نائبه من نوائب الدهر. واحد يقول لك تضاربت مع واحد ولينا عند الاخر في محافظه الشرطه ولينا دخلنا في المحكمه ورانا نجرو في الشهر ولا كذا، نائبه من نوائب الدهر. حاجه ربي يدرك بها تشار بها ايام تولي تحب تدفع دراهم باش تتنبه مصيبه نسال الله العافيه والسلام. نوائب الدهر هذه اللي يحميك منها هو رب العالمين، وربي اعطاك نقاط يحميك بها منها. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه ربي الوحي اقرا باسم ربك الذي خلق، نزل عليه 5 آيات مباشره، راح عند عائشه رضي الله تعالى عنها ترتجف يرتجف بدنه من الخوف، شاف جبريل الوحي امر ثقيل نزل عليه، ظن في نفسه شيء معين راح يصير له. قال خديجة رضي الله عنها قال يا خديجة إني خشيت على نفسي، يعني قد لا تخاف المرأة الصالحة، قالت فإنك يعني تصل الرحم وتكل المسكين المعدوم وتكسب المعدوم
وتعيب على لوائد الظهر. يعني الآن ما تخافش ما يصير بحاجة ما دامك تصير الرحم. تصير الرحم ربي يحلف عليك الشهر ما يصيبك شيء أبدا، لأن صلة الرحم هي عبارة عن لقاء يجعله الله لعبده ليدفع عنه كل ما هو متوقع من الأمور المصائب التي تنزل على الإنسان فتبطش به. أحيانا والله يكون الإنسان في نعمة عظيمة، يعيش في حياته، يمشي في دراسته، يبني في مستقبله، عنده مشاريع في حياته، مكانة اجتماعية رائقة، الناس تحترمه، الجيران والأب وأبوه وأمه يتطلعان إلى رجل من المستقبل قد أنجبته الأرحام الطيبة، فإذا به فجأة يصاب بخلل في العقل، يتدرج 10 أيام 20 يوم تشوف نفس الإنسان هذا في الشارع يقطع في حوائجه ويسب في ربي ويتمرد برا ووالديه مساكن يبكون عنه. فقط ربي دار هذا لحال العقل، تحول الإنسان إلى درجة أخرى، يعني يرفع عليه نعمة، نعمة عظيمة. لما تشوفها أنت في الشارع تشوف واحد مجنون تقول سبحان الله بيني وبين هذا الإنسان أن يرفع الله عني العقل فقط، ويقول الإنسان سبحان الله هذه المصائب هذه لا أحد فينا يضمن، واحد ما يضمن. فإحنا نخاف من أنفسنا، نخاف على أبنائنا، نخاف على أننا نبتلى في شيء من الأشياء. ويولي الإنسان في حياة رسول الله عليه السلام امرأة من أجمل البنات يتوارد عليها الخطاب ليلا ونهارا، حتى أبوها كاد يجد من كثرة الخطاب، جميلة الخلق والأخلاق، تخطب تهيئ لعرسها، تحترق ليلة زفافها، تحترق ليلة زفافها، يطلقها زوجها وتبقى هذه المرأة لا يرغب فيها أحد، تبقى عند والديها نائبة من نوائب الدهر صلى الله عليه وسلم، نائبة ما كانوا ينتظرون أبدا، ما كانت تنتظر، كانت تقول كل الناس يريدونني أنا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كان يقدر شيئا، كما يقول بعض العجائز أنا ندبر والقدر يضحك علي. فالآن القدر قدر الله سبحانه وتعالى حكيم، ما يضحك على الناس وإنما يدبر أمر الناس، والله عز وجل ما قدر هذا الشيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى. ولكن انظر الحياة أنت ما تنتظرها، تكون ماشي في طريق، ماشي في طريق، عامل 1000 مشروع في ذلك اليوم، نروح المكان الفلاني على الساعة الفلانية الساعة، ربي يعطيك حاجة صغيرة فقط، توقفك تعطلك تبدلك البرنامج 10 أيام. يعني الأمر ليس في يدي ولا في يدك، الأمر في يد الله، ولذلك احنا نطلب العافية من الله. ولهذا احنا ما كيفاش نطلب العافية؟ نطلبها بالدعاء ونطلبها بالأعمال، من بين الأعمال أنك تصل الرحم وتقول سبحان الله فلان أنا هذا هو ما تحبه ولكني معليش، نبتسم ونتكلم معاه ونعطيه الهدية ونعطيه نصيحة وندخل عنده البيت ونعزم عندي في البيت ونعطيه الطعام ونعيش معاه ما شاء الله بضع دقائق احتسبها عند الله سبحانه وتعالى. هكذا عبودية، هكذا لازم تكون موجودة. ولهذا الله سبحانه وتعالى رتب على هذه الرحم. ولهذا شوف مثلا في حديث عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش، مكان كل ما هو معلق بالعرش أو تحت العرش فعنده مكان عند الله، كأرواح الشهداء مثلا، أرواح الشهداء تحت العرش معلقة بالعرش، كل ما هو معلق بالعرش فهو عنده قدر من الله سبحانه وتعالى. الرحم معلقة في العرش تقول لله، تقول اللهم اقطع من قطعني وصل من وصلني، تدعو تدعو على الإنسان. ولذلك أول ما خلق الله الخلق، أول ما خلق الله الخلق خلق الرحم، فقال هذا مقام من أعاذ بك، من يعني من استعاذ بك. فقال الله سبحانه وتعالى للرحم، ربي يقول الرحيم في بداية الخلق أترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ تقول بلى يا ربي رضيت. يعني إذا كنت قطعت الرحم ربي يقطعك. ولذلك السلف رحمه الله
كانوا يتوجسون وكانوا يتحرجون من الجلوس مع قاطع الرحم. السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة والفقهاء كانوا إذا كان واحد يعرفوه بلي هذا ما يزوجش مع خوها، ولا هذا ما عندوش علاقة بالعائلة تاعو، ولا ما يزوجش ما يقعدوش معاه في الجماعة، إنه هذا راهي به السخط من الله، القعدة معاه ما فيهاش بركة، ما يقولكش أنا نقعد مع هذا وندبر راسه وبينه وبين خوه، لا، كانت كتلة اجتماعية كاملة تعيش، كتلة اجتماعية تعايش. لم تجد أمة تعيش حياة اجتماعية لذيذة متكاملة مترابطة متسلسلة مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو الآن أنت ما عندكش كلام مع أخوك، تقعد معنا في المجلس، لكن مع ناس يخاف الله، لكن مع ناس واصلين مع ربي. أنت قاطعك ربي كيف تقعد معنا؟ ماكش مع الفريق تاعنا أنت، ما تقعدش معنا ما تجلس معنا. ولذلك كانوا يتحرجون من انسان قاطع رحم يجي يجلس معه ويقدر يقعد معه ابدا. كيف ربي قال اقطع من قطعتي؟ والحديث في صحيح البخاري ومسلم، نسال الله العافيه والسلامه. كذلك في الحديث الاخر يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما من ذنب هذا مهم، ما من ذنب اجدر ان تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يعني ما كانش حاجة ربي يقربها في الدنيا ولها يخلصها في الدنيا ومازال يخبيل العذاب في الآخرة كما زوج الناس، البغي وقطيعة الرحم. البغي مش معنى البغي، البغي الاعتداء، البغي أنك تتعالى على الناس، تظلم، تتعدى، حاجة مش حقك تقول حقك، فلان خاطيك وش يتكلم عليك، أو عايش حياته، ولاهي مولاه، عنده هم، عنده عبودية مع الله، وأنت يوم كامل متبع فيها، يوم كامل، تتكلم تحرض عليه الوالدين، وتحرض عليه الأهل، وتحرض عليه الناس، وأنت تنمي للناس من أجل أن تحرك قلوبهم بغضا على فلان ابن فلان، هو خاطيك، تعتدي عليه. أعطاك ربي منصب في العمل، إنسان مسكين فقير لا نفوذ له، جاي يخدم عندك تحت سلطتك، تعتدي عليه، تسبه بأمه، وتعلم أنه مسكين، ربما يتحمل السمع ويتحمل الذل من أجل أن يحافظ على قوت أولاده، وأنت ما شاء الله أعطاك ربي منصب، وأنت هو الذي تحكم، ولك الحكم في ذلك المقام وفي تلك المصلحة. فتتكلم بالقوة وتسبه وترفع صوته وتهينه وهو رجل بطوله، تهينه أمام الناس وتنتهك عرضه وتبغي. وهناك من الناس نسأل الله العافية والسلامة في هذه المؤسسات والشركات التي كثر فيها الاختلاط اليوم، يسومون نساء الرجال، يسومون نساء الرجال، يتلذذون بانتهاك أعراض النساء المتزوجات التي يعملن معهن، يتلذذون في ذلك. هذا البغي، أعطاك الله شيء اعتديت به على الناس، أو أنك إنسان ما شاء الله وقعت في حي من الأحياء ويشار إليك بأنك أغنى الناس في الحي وعندك من المراكب والسيارات والقصور وغير ذلك، فتتعالى وتبغي على الناس وتعتدي عليهم، تقطع عليهم الطريق وتفعل ما شئت ولا أحد يستطيع أن يتكلم لأنك صاحب نفوذ. بغي هؤلاء الناس عقوبتهم معجلة في الدنيا، معجلة في الدنيا. ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره الله له في من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. إذا كان واحد فينا يقطع رحمه يروح يعمل مشاريع لربه، والله ما يربح. اللي يقطع رحم والله ما يربح. إحنا الآن عندنا مصيبة نعيش فيها، هي بركة الوقت، رفعت عنا، رفعت، ما هنقولوا كلمة أخرى، دينار ولا طاحت، بركة الوقت وش نقولوا فيها؟ ربي يرفع عنا البركة، إذا قلنا الدينار طاح، ما قلناش البركة تاع المال راحت، وقدرنا نقولوا، الوقت وش نقولوا فيها؟ نقولوا بركة، بركة الوقت راحت، محقت بركة وقتنا، محقت بركة الأعمار، لماذا؟
لأننا خرجنا من الحسابات الربانية إلى الحسابات الإنسانية. ولينا نعمل برامج لأنفسنا، روح صباح نخدم تجي العشية ندير هذيك نعمل هذيك نعمل هذيك، لا اترك الأمر لله، نظم أمورك مش مشكلة، دير وقت أمورك وأعمالك بس خليها رب العالمين، ودير وقت تصير فيه الرحم، قل أنا الآن ما يكفينيش من وقت، نروح نصير الرحم ماشي ربي يطول لي الوقت. يعني انا ما عنديش وقت، لازم ندخل واحد الشغل كي يدخل هو يوسع لي الوقت، وهو صله الرحم. عندي اختي تسكن في المكان الفلاني، والله كلنا مفرط. عندي اختي تسكن في المكان الفلاني، وانا هي صارها مده ما شفناها مع اولادها وزوجها وغير ذلك، نمشي نمر عليها ناخذ لها شيء ونزورها وندخل عليها دقيقه دقيقتين ونسالها على احوالها وزوجها واولادها ونخرج، صحيح صله الرحم. عندي ابن عمي عنده دكان في المكان الفلاني، نمر عليه في الدكان ونزوره ونعطيه هديه ونتكلم معاه ونقصر معاه ونحكي معاه ولا نتغدى معاه ولا كذا ونرجع. اللي يحب الخير يوصل له، واللي يحب الشر يجعله الف طريق. وكل واحد فينا انما هو دائما يعطي التسمير لنفسه، اقل شيء بكلمه من الهدف. ربي اليوم اعطانا واحد النعمه عظيمه. الناس عندهم ابنائهم وبناتهم في كندا وفي امريكا وفي مكه وفي المدينه، يتكلم معه يوميا يراه ويراه، نعمه من الله. يتكلم معه، يتكلم معه، عيط له فلان وش احوالك؟ وش اخبارك؟ طمنا على احوالك، امورك الحمد لله، معلش اتهلى في نفسك، واحرص على محافظه الصلاه، دائما ندخل النصيحه والاشياء هذه مهمه جدا، هذا من اعظم الصله. والله ما تاخذ منا دقيقة ولا دقيقتين ونعطيها ساعتين وثلاث ساعات، وربي يوسع عليك ال 24 ساعة ويجعل فيها بركة. الناس اليوم اللي راه يرقد أكثر من حبيبين وتعبان، واللي راه يجلس على مكان معين ينوض يقول لك عيد في القعد، والإنسان اللي واقف هكا ما يقصر يقول لك كرهت حياتي، واللي راه لاقي خدمة يقول لك حاب نريح، واللي هو قاعد يقول لك حاب نخدم. الحياة هذه ربي سبحانه وتعالى كل ما يعطيناش فيها بركة نقولوا ما نتلذوش. اللي يعطيك الله النعمة تتعدل بها، لازم حاجة تدخل من الفوق وهي البركة، لازم تدخل. احنا باش نستشريو نجيبوها البركة هذه، لازم نطبقوا الأمور اللي قالها الله بالعافية، نديروها عبادة لا علاقة لها بالنفسيات. غضبني ما نروحش، أقطعني ما نروحش، ما عندهاش علاقة عبودية بالصلاة. أنا سبيتك في المسجد ما تجيش تصلي، تجي تصلي، انت بينك وبين الله لا علاقه. انا ظلمتك واعتديت عليك، سرقت لك صباطك، ما تجيش تصلي، تجي تصلي. نفس الشيء عبوديه صله الرحم نفس الصلاه، الا ان صله الرحم هي صله بين العبد وعبد الله، والصلاه هي صله بين العبد والله فقط. نكمل بذلك هذا. كذلك حديث اخر يقول الله تبارك وتعالى، يقول أنا الرحمن، أنا الرحمن، أنا الرحمن، يقول الله تبارك وتعالى أنا الرحمن وهي الرحيم، شققت لها اسما من اسمي، شققت لها اسما من اسمي، أنا الرحمن وهي الرحيم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتتها، يعني قطعتها، وهذا وعيد. ولذلك العلماء يقولون صلة الرحم من الكبائر، مثل الزنا والفاحشة وشرب الخمر، ولعلها تكون أكثر، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حديث البخاري عن أبي هريرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. كلها أخلاق طيبة، كلها تدل على قلب جميل، قلب جميل. ثلاث أشياء إذا دخل عند الإنسان ما يحسب الحسابات المادية أبدا، يكرم ضيفه، عنده إيمان بالله، وش ثاني؟ يوم الآخر، عايش إلى الحياة أخرى، لذلك يكرم ضيفه، ما يهموش، عندي اليوم أعطيته كلنا ما شاء الله، ربي يطرح بركة بعد ذلك، ما نديرش حساب، والله ما يكون في الحاجة الفلانية ولا كذا، نعطيه ونكرمه وبشاشة وابتسامة. وربي يعوضني في وقت مضيت معاه، ويعوضني في ما اعطيته واطعمته اياه. ومن كان يؤمن بالله الاخر فليصل رحمه،
لماذا؟ لأن هذه السنة عبودية، هي تنفعني، هي تقوي إيماني، وهي ترضي علي الله سبحانه وتعالى، المهم يرضى عني الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل فتح مكة 10,000 سيف يعني متنصرة تنتظر إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف أمام أبواب الكعبة، و10,000 سيف مع الرسول عليه الصلاة والسلام تنتظر إذن منه أنهم يطيحون بجميع الرؤوس التي كانت تقتل المسلمين. نكمل بعد ذلك. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا النبي عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة 10,000 سيف تنتظر إذنا من الرسول صلى الله عليه وسلم لتضرب أعناق الكفار، وجاء بنو عمومة النبي عليه الصلاة والسلام وأعمامهم ورحمهم من بني عبد المطلب وبني عبد مناف وجميع العشائر والقبائل والأفخاذ الموجودة في قريش من تحت كنان وولدي عندنا، وواقفين في مكة وينتظرون من الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف عند الكعبة وهو محن ظهره مطاطئ رأسه على هيئة المتواضع، مو على هيئة الجبار الذي غزا، على هيئة المتواضع. وقد فتح الله عز وجل فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأعطاه الوعد، لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون. أهذه كلها نصر من الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، نصر عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. وهو واقف يقول على بعض الرواية يختلف فيها أهل العلم من المحدثين ويكاد يتفق أهل السير على صحتها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني أنتم الآن جئتوا في يدي وضريتوني، خرجتوني من أهلي، خرجتوني من بلدي، خرجتوني من أحب اللقاء إلى الله. تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هجر من مكة، هجر عليه الصلاة والسلام وتقطعت كبده من البكاء، وهو ينظر إلى الكعبة ويقول والله إنك لأحب اللقاء إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجتوني. يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام، طرد من أهله، طرد من بيته، وخرج عليه الصلاة والسلام وصار يسير هذه السنوات كلها هو بعيد يقاتل وتضرب دياره وقتل أقرباؤه وعلى رأسهم حمزة وغيره، وعانى ما عانى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا الناس اللي كانوا يضرونه ويتحالفون عليه ويحرضون عليه القبائل والدول، جاءوا بين يديه، جاءوا بين يديه وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم،
فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية المختلف فيها قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني شوف الآن قمة العفو والمعاملة مع الرحمة. جاء في أيام الفتح التي تجلت فيها أيام فتح مكة الذي تجلت فيه قمة الأخلاق والمعاملة معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه إنك لعلى خلق عظيم. هذا الذي أودي من ذوي القربى وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. يعني هذا الظلم تاع الواحد يكون قريب خوك ولا يضرك الضربة تاعه تجي قاوية أكثر من السيف المهند. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان الذي هو من عشيرته أبو سفيان لما فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أولاده أخذ أطفال صغار وخرج بهم ورايح هارب لأنه عارف أنه كان القائد الأعلى تاع الظلم القائد الأعلى تاع جيش المشركين الذي كان يقتل الناس ويحارب الإسلام والمسلمين وقتل كم من شهيد من المسلمين. هذا الإنسان الذي عارف أنه عنده ملف أسود عند الرسول عليه الصلاة والسلام يلاقيه علي بن أبي طالب إلى أين يا أبا سفيان؟ قال ألا إنه لو أدركني محمد لقتلني. يعني عندي عنده ملف أسود. يعني الآن قال أنا إني لأجوب بالصحراء مع الأطفال هذا ونموت عطشا وجوعا ولا يدركني محمد. قال إنك لا تظن به شرا يا أبا سفيان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كريم مو بالنظرة تنظر إليها أنت يعني قمة الأخلاق. لأنه قال قل لكم أنا حاجة يا جماعة وأنا هذه الكلمة نتمنى توصل جميع الناس ونتمنى توصل خاصة لمن يسيئون المعاملة من الملتزمين وهم خيرة الناس إن شاء الله. الآن إحنا عندنا مشكلة في الأخلاق وش صرنا إحنا يا إحنا خلطنا ما بين حالة السلم وحالة الحرب. كي نقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والحكايات والأحاديث وكذا وش نديروا؟ نروحوا نجيبوا الأمور تاع الحرب نطبقوها في السلم نطبقوها لداخل عينا أخلاق الحرب نطبقوها. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اغلظ عليهم لازم تولي أسدا تولي عندك أنياب تولي عندك سيف تولي عندك الدم يسيل وانت في الحرب تقاتل جنديا يحاربك ويريد أن يضرب عنقك تحارب من يريد أن ينتهك عرض المسلمين والمسلمات تحارب من يريد أن يأخذ ثروات المسلمين تحارب من يريد أن ينتهك لك العرض تاع البنت تاعك. هذا تقاتل من مات دون ماله فهو شهيد من مات دون عرضه فهو شهيد من مات دون دينه فهو شهيد. واغلظ عليهم لا تأخذكم فيه مال الفطر. هنا حالة حرب ميدان داخل الميدان داخل الميدان وأنا أخرج من الحرب فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أخلاق السلم أخلاق راقية مبدأها الحلم العفو التجاوز التغافل غمض عين خليها تفوت كل ما دارهاش ما نقولوش عليها خليها تروح مش مشكلة رانا في سلم رانا في سلم. هذاك اللي كان يضرب الناس ويطير معناقهم في الحرب هو كان يركب عليه الناس صغار هنا ويلعبوا هذه مش مشكلة هو اللي قال اذهبوا فانتم الطلقاء. اخلاق الحرب شيء دخل المعركه حاجه وخارج المعركه حاجه ما نخلطوش لا بد ان نتعامل هذه المعامله معامله السلم. فاذا الذي بينك وبينه عداوه هو عدو كانه ولي حميم لازم كي يتلاقى معك العدو تاعك في الحي ليكرهك يقدر يتكلم عليك وبينك وبينه ملفات ثقيلة كي تتلاقى انت وياه لازم يكذب يقول ماشي هذا هو هذا توام هذا واحد اخر لازم يكذب يقول سبحان الله هذا اللي كنت نضرب انا معاه. لازم حفاوة شفت الحفاوة كأنه ولي حميم واحد حبيبك تحبه ما شاء الله وتلاقيت معاه كيف تدير معاه واش راك ما شاء الله وكذا والله غتقعد والله هذاك عدوك عاد سيذوب ذوبانا يذوب ان لم يذوب إذا كان الإنسان هذا يولي خطرة في المليون تلقى واحد ما عنده قلبه ما يدوبش أنت منتصر. قطع الرحم المنتصر فيهم بينهم مهزوم والغالب فيهم خاسر. ما كانش رابح في قطع الرحم ما كانش واحد رابح
انت اخويا من ابي وامي وقطعت انا وانت، والله ما كاين واحد فينا يربح، يعني في زوج خاسرين، ربحت في المحكمه بصح انت خاسر عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المصيبه ابتلينا بها في هذه الازمان. والنبي عليه الصلاه والسلام في لما جاءه ابن ابو سفيان النبي عليه قال له، قال علي بن ابي طالب قل للرسول عليه الصلاه والسلام كي تروح عنده ارفض الاولاد هذو الصغار وروح عنده وقل له يا رسول الله، قل له مثل ما قال إخوة يوسف ليوسف، قل له يا رسول الله لقد آثرك الله علينا، ربي وفقك وافتح لك الفتح وتخطي مكة ومعك 10,000 إنسان وربي مكنك فتح لك الفتح المبين، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وش قال يوسف ما والبيع الآن؟ أنا أقول دائما لا يوجد واحد فينا تتكوى على الذكية من عند خاوته وخوتاته كما ادها يوسف من عند خاوته عليه السلام. يعني تخيل وانت صغير، انت صغير تحتاج الى والديك، تحتاج الى لنظفك ولرحمك، تخيل تصورها وخاوتك يغيروا منك ويحسدوك لانك انت المازوزي تاع الاولاد ويحبك باباك ويشريك، الغيره هذيك خاوتك كلامه كامل تافه، داروا عليك عصابة ورفدوك وداوك يحبوا يقتلوك، واحد فيهم شوية رحمك قال لهم نرميوها في بير، مات ما تحيا حيا خلينا، المهم نرميوها في بير، وراح نرموك في بير وجاوك الناس ورفدوك وشراوك، بعد ما كنت حرا معززا بين والديك صرت عبدا تشترى وتباع عند الناس، وصرا فيك مصنع ودخلت السجن وقع لك موقع وقعت فيه بهدايا كبار ودخلت السجن، ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى يعاود يدور الدنيا بعد سنوات حياته كامله ما كاش ودي راحت حياته بالنسبه لي احنا، واش راحت حياته واحد 30 سنه 40 سنه مش ودي، واش يقول للناس تردوا لي انتم 30 سنه نروح نعاود نلف نتاعي نعيش مع والديا تردوهم لي؟ ما تردوهمش. يعني واش من عقوبة تسلطها الناس داروا لك حاجة كيما هذي؟ واش من عقوبة تسلطها؟ فالآن يوسف عليه السلام صار هو وزير البلية، صار هو الإنسان اللي عنده العرش، صار هو الإنسان بعد ذلك الأمر في يده، وربي سبحانه وتعالى أعطاهم ابتلاءات من الجفاف وغير ذلك وجو بيده، ووقفوا بين يديه في 9 وفي 11، واقفين عنده بين يديه الناس اللي ظلموه وهو عالم انه ما فعل به وغير ذلك، وقالوا لقد تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، كلمه واحده اعتراف، الاعتراف جميل جدا، الاعتراف يذيب الجليد، يذهب الضغائن، يطرد الشيطان من البيوت، الاعتراف يقول الانسان للانسان انا كنت غلط في القضيه، ذوب كلش يروحوا النمامين ويروحوا هذوك الناس والشياطين الانس والجن يروحوا، كي يدخل الانسان بالاعتراف او التنازل، امران جميلان، اعتراف تنازل، مانيش غلط بصح والله ماهي مشكله، هذيك الحاجه الفلانيه اللي راهي عليها المشكل انا اتنازل عليها، المهم علاقتي معك اغلى عند الله من الارض، واغلى عند الله من البيت، واغلى عند الله من الدكان، واغلى عند الله من المال، واغلى عند الله من هذيك الحاجه وهذيك الحاجه، المهم علاقتي معك، وسيذيب الله الاشياء وترجع. او اعتراف، قال انا والله يا جماعه انا اللي غلط، انا من المفروض ما نتكلم مع اخويا الكبير بهالطريقه، او انا اللي غلطت في يوم من الايام وعملت هذه الحاجه الفلانيه، وانا استغفر الله واقول له مشكله، وانا المشكله ما والله يرفعك الله. المهم كيف علاقه تبقى في البيت، شو الفائده يعطينا ربي المال؟ احنا ما عندناش علاقه اجتماعيه، تجتمعش الاخوه والخاوه وتشوف ولادي ويشوف ولادك، ونشوف ولادنا ولاد عمي يلعبوا مع بعضهم، ولا نشوف اختي مع زوجها وجات وكرمتها واعطيت لها قدر انا زوجها مع ولادها، ولا شفت امي وابي فرحانين ما شاء الله يشوفوني جامعين كل العائله ونحن نضحك ونلعب، والله افضل من الملايين، الناس يتمنون هذه اللقطات، ولذلك هذه الحياه وراء الحياه اخرى بعدها ممكن نموت نسال الله العافيه والسلام، ولذلك الانسان ينظر الى مثل هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة موقف ثالث من مواقف الرحيم مع أبو سفيان،
أطلقه وآمن أبو سفيان وكسب النبي عليه الصلاة والسلام وصار بعد ذلك من أقبل الناس في الإسلام. موقف ثالث في فتح مكة أخته الشيماء بنت الحارث وجد من بني سعد، أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس عليه الصلاة والسلام في فتح مكة تحت سدرة تحت شجرة يتظلل من الشمس والناس حراسة عليه قادمين، فإذا بامرأة تريد أن تلحق عند النبي عليه الصلاة والسلام، زحام كبير على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لأنه فتح يوم انتصار، تريد أن تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيها الناس الحراس من الصحابة يقول من أنت؟ تقول أنا أخته. أنا أخته اللي ما يعرفه ولا نعرفه. يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام فرحا لأنه عليه الصلاة والسلام سنوات يستقبلها استقبال الأخ لأخته، يكرمها عليه الصلاة والسلام، يسلم عليها شيماء بنت الحارث، ويجيبها النبي عليه الصلاة والسلام ويكرمها ويقوم من مكانه ويضعها تتظلل في مكانه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان رحم النبي في الآثار، في الآثار عن عمر: تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم. أنا نجزم لك أن 90% اليوم منا هنا راهم الآن أولادهم ما يعرفوش أبوهم، يعني أولادهم ما يعرفوش العائلة، تديه للبلاد يروح يشوف البلاد بتاعه ما يعرفش شكون عمه، يتلاقى مع ولاد عمه ما يعرفوش. وقعت لنا نحن ولا وقعت لنا، يعني الإنسان يتلاقى مع ابن عمه ابن خاله ما يعرفوش، لأنه لا ما يحضر جنازة ولا مات فلان ولا ما مات ولا ما يهم، يعني خلاص دخل العاصمة ولا راح المدينة الكبيرة وسكن فيها ما يهمش تقول فلان عايش هنا ولا عايش هنا. وهذه مصائبنا منين؟ ما نعرفوش الله، ما ليش عايشين من أجل الآخرة، وضعف الإيمان والدخول العوامل الخارجية المفسدة، خاصة 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 المرأة المفسدة، الزوجة الفاسدة، الزوجة التي تنتحل مهمة الشيطان وتفسد الأخ على إخوته، تفسد لك الزوج على أمه، تفسد الزوج على إخوته، تفسد الزوج على أخواته، يولي يعيش عبدا عند زوجته. زوجتك اكرمها، حطها فوق راسك، اصبر على شرها، اعطيها ما تريد، ولكن عندك رحم، لا تقطع رحمك، مو على حساب زوجتك، ما تضرهاش زوجتك، ولكن اعطيها خط أحمر. لما تلحق المسألة أختي مش مشكلة. الآن أنا عندي أخت، عندي أخ، عندي أب، عندي أم، عندي رحم معهم، كذلك هؤلاء عندهم حقوقهم وعندهم خط أحمر. زوجتي أنا منظرة ما نكونش عبدا عندهم، لأن كل المشاكل اليوم الموجودة الرجل لا يقف على عفة الرجولة، الرجل يعيش حياة نسأل الله مطلوقة هكذا، يسمع منا يسمع منا، وأحيانا يسكت سكوت في غير محله كأنه غير موجود في البيت، الرأي رأي الزوجة والرأي رأي المرأة والكلام والصراخ، هو مهم يتفرج في الماتش ولا راهو ما كسبوش راسه خلاص، كأنه غير موجود. وكي يريد ويريد أن يحرم أو يحلل شيء يولد ابن أسد، كي بده تحط يلبس الحجاب يولد أسد. والله نفس الرجل، نفس الرجل جاء عندي ابنه 17 سنة داخل خارج السجن، قال لي بهدلي ما قلت من دخل، بنته 18 سنة قال هدلي الحجاب بيتك برا، ولا أسد مع بنته، بنته كي حبت تستر نفسها ولا أسد، ووليده اللي في 17 سنة ولا مسكين ما شاء الله أرنب ولا ما يقدر يوليده، قال كان ما نقدر يا لا حيلة لي غير الدعاء، وبنتك هذيك تحاربها من أجل أن تحارب دين الله، يعني كي نحب نقول له أصول الولد لأنه ربي خلقها رجال. فلذلك هذا الأمر، هذا قطع العائلة وقطع الرحم، أنت هو الرأس الأكبر فيه، أنت رب العائلة، أنت هو، أنت تأمر ابنك، قل ابن عمك هذا رحم ولا مش رحم، تأمر أختك، قل أختك الفلانية، عندك زوج خواتات، أختك هذيك فلانية زوريها، تكلميها، رحم ولا مش رحم، أنت مكانتك وين؟ أنتم ما شاء الله رجال ما شاء الله 40 و50 سنة و60 سنة، كي تجلس يسمع لك، كي تعطي نصيحة وتنصح وتروح عند الإنسان البيت وتقول يا فلان اتقي الله، كيف تموت أنت؟ وهذوك فلان قاطعوا فلان قاطعوا فلان قاطعوا، صلة الرحم عبادة مش عادة،
مش عادة اجتماعية، مش عادة إنسانية، ماهوش عادة نفسية. كي يزعفك يزعفك. شوف مش قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أفضل الصدقة الصدقة على الرحم الكاشح. أفضل صدقة وصيلة تعملها أنت، تخيل على الرحم الكاشح. مش معنى الكاشح، الكاشح هذاك يكون لك من الرحم تاعك مشلف، ما يستقبلكش مليح، دائما غضبان، قلبه حجر، يعني ما يحبش العائلة، هو داير عندك يعني مرض. هذاك الإنسان قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صدقة وأفضل صلة تبدأ به هو. شوف ديننا شحال جميل. ديننا النبي عليه الصلاة والسلام قال في كلمة نختم بها، قال: ليس الواصل بالمكافئ. الواصل هذاك، الواصل هذاك ليس بالواصل، المكافئ موش هو الواصل. وش معنى المكافئ؟ ما شاء الله يتعامل معايا مليح، يتعامل معاه مليح، يجيني في العيد اللي فات وجيه العيد انا هذا، وزارني كنت مريض لازم نزور هو تاني كيما مريض، وقف معايا في العرس لازم نوقف معاه في العرس، ولد عمي هذا وش يسموه احنا؟ صلة رحم؟ لا مش صلة رحم، هذه مكافأة. هذه ديرها حتى مع الإنسان اللي جارك ديرها، هذه ما عندهاش علاقة بصلة رحم. قال: وإنما الواصل من يصل من قطعه. كي يقطعوك، كي يقطعوك الرحم تاعك وتروح توصلهم، ثم تولي انت انسان ما شاء الله، ثم تولي اديت ما عليك. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل: قالوا يا رسول الله انني رحما اصلهم ويقطعونني. قال: كانما تسف في وجوههم المل، يعني انت اللي راك رابح، كانك ترمي في وجوههم الرمل، هذوك انت رابح هما قاطعينك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويردنا الى دينه. الله اعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والحمد لله.